يعطيكم العافية. اليوم درسنا راح يكون عن ترانزستور. الترانزستور هو عبارة عن أداة شبه موصلة سيمي كوندكتر، يعني مثله مثل الديود، مصنوع من نفس المادة، تحتوي على ثلاث مناطق دخيلة اللي هي البي جونكشن والان جونكشن. إذا بتتذكروا بالديود، الديود كان مؤلف من منطقتين، يا منطقة ان ومنطقة بي. هون صار عندنا بدل المنطقتين ثلاثة من نفس الطبيعة، بس طبعا نوعيتهم بتختلف. عندي نوعين من الترانزستور، عبارة عن أداة لها وصلتان وثلاث أطراف. وصلتان يعني أول وصلة راح تكون هي بين أول بين الأولى والثانية، وثاني وصلة راح تكون بين الثانية والثالثة بهذا الشكل، يعني في منطقة بيناتهم مشتركة، وثلاث أطراف، طرف من أول جهة، طرف من الثالثة، وطرف بيناتهم من الثاني من هون. وهي قادرة على تكبير الفولتية والتيار الكهربائي، هي شغلتها تكبر الفولت والتيار. على ملاحظة، نحن هذا الدرس نبعث لكم ملف، فبدي اياكم تكتبوا على دفاتركم عنوان الدرس والفقرات مثل ما هن، وبتنقلوا بس لأنه مسطر تحته، وبتحتفظوا بهذا النص يعني كصور وكمرجع للصور ولغيره. وهلا كمان في صور مطلوب منكم ترسموها، بقلكن عنها بوقت. اول شيء تركيب الترانزستور ثنائي الوصله. كيف بيتركب الترانزستور؟ كيف بنشوف بيتكون؟ يمكن اعتبار وصله الترانزستور مكونه من وصلتين، موجب وسالب، اللي كنا عم نحكي عنه. الموجب يعني بي بوزيتيف، والسالب هي الان نيجاتيف. ويبين الشكل 8.1 اي مخططا نظريا او مباشره. ننزل هون، هذا النوع من الترانزستورات. هذا اول نوع، يعني عندي انا نوعين. النوع هي الشكل، بتنقلهم هون دغري، الشكل 8.1 A. هذا النوع من الترانزستورات هو M، يعني موجب سالب موجب، يعني PNP ترانزستور PNP. والشكل 8.1 B، هذا النوع، حطوا نقطتين فوق بعض مثلا، هاي على سطر وبس تخلصوها بتنزلوا على سطر تاني. 8.1 B هذا الشكل، هذا النوع من الترانزستورات هو نوع S ام اس، يعني سالب موجب سالب، اللي هو ان بي ان. الاشكال هن بالصفحه الثانيه، فمن بعد ما تنقلوا هاي الفقره تنزلوا على الصفحه هون 8.1 اي يو بي، هذا البي ان بي وهذا الان بي ان، مستطيلين ومنحط بيناتهم. هي هون المرقمين، عندي هذا النوع البي وعندي هودي نوع ان، طبعا هاي كمان بي وهاي كمان ان. يتم عمل التوصيلات الكهربائيه لكل من مناطق البلوره الثلاث او البلوره كما هو مبين في الشكل 8.2. يسمى التوصيل مثل ما كنا نوصل البي والان بالترانزستور، بالعفو بالديود، ونقول هون في عنا منزود بلس، وهم بنزود بنشيل عفوا من هم بنزود الكترونات بتصير المنطقه نيجاتيف، هم بنشيل الكترونات بتصير المنطقه بوزيتيف. فنفس العمليه بدنا نعملها. يسمى التوصيل الى الطبقه الوسطى بالقاعده، اللي هي عندي انا ثلاث وحدات اتفقنا. النصانيه بسميها قاعده او بيز بالمزله بحرف بي، والى والطبقتين الثلاثين وحده اسمها اميتر بالمزله بي اي، وحده اسمها كولكتر او مجمع بالمزلة بي سي. معانيهم بالعربي، القاعدة اللي هي الاساس، عندي الاميتر هو الباعث او المشع، والكولكتر هو المجمع، مجمع للتيار، يعني الباعث هو اللي بيبعتهم والكولكتر هو اللي بيجمعهم، فبينتقلوا هن من الباعث للكولكتر بس للمجمع، بس على شرط بتحددوا القاعدة بعد شوي. يعني هي بتتحكم، هي عبارة عن سويتش تسمح بمرور هذا التيار الكبير او تمنعه حسب شرط رح نحكي عنه بعد شوي. وشكل الرسمة موجود بالصورة الثانية، يعني انتوا بس وصلوا لهون الرسمة موجودة بالصفحة الثانية، هيها تنقلوها على دفاتركم. اتفقنا، امتر هو الباعث، محطوطين معانيهم بالعربي
بتلاحظوا انتم كل صفحة بالعربي وراها صفحة بالفرنسي، نفس الصفحة هي بس مترجمة، فالصورة اللي هون مش كاتبين، مش راسمينها هن مرتين، بس نفس الكتابات. يعني هي باعث قاعدة مجمع مرقمين، هي هون هذا الباعث القاعدة المجمع، تنقلوا صورة من هون والأسماء من صفحة العربي. هلا كيف بيشتغل؟ اتفقنا، يتم عمل هاي حكيناها. يمثل الشكلان 8.3 A و B رمز الترانزستور. للباعث سهم يدل على نوع الترانزستور. عندي نوعين، يمكن يطلع التيار من الباعث وممكن يدخل على الباعث. إذا اتجه السهم إلى الخارج من جهة الباعث، خلينا نشوف الأول رمزه الترانزستور هذا هو، مثل ما حكينا من شوي، هو عبارة عن 3 وصلات، شريط من النصانية وشريط من هون وشريط من هون. هلا عم بقول لكم يمكن السهم يكون طالع من الاي، يعني جاي بهذا الاتجاه على طول، هو بين السي والاي، بين الباعث والمجمع، التيار بده يمشي من واحد منهم للتاني. هاي اذا مش واضح، السهم هون اتجاهه هيك، هونيك اتجاهه بالعكس، بس طبعا البي القاعدة هي اللي بتحدد هل رح يمرق أو لا التيار. فهي مثل عبارة عن سويتش بنمرق هون كرنت صغير، تيار صغير، بس يمرق هذا التيار بيسمح بمرور التيار الكبير من بين السي والإي، بين المجمع والبعث. عشان هيك قلنا إنه هو بيكبر التيار، لأن أنا هقول بعد شوي إنه بسمح له بتيار صغير هون لحتى يمرق التيار الكبير هون. إذا كان إذا اتجه السهم إلى الداخل، يعني جاي على الإي وهذا البي، إذا اتجه السهم على الداخل مثل شكل بي، بيكون الترانزستور بي إن بي، يعني موجب سالب موجب. أما إذا اتجه لبرا، إنهم بالعكس، معلش، إذا اتجه السهم إلى الخارج بعدهم، هون السي المجمع وهون البي القاعدة وهون الإي الباعث، إذا اتجه السهم لبرا مثل هذا بارت A، بيكون بهالحالة اسمه NPN، نوعه سالب موجب سالب. أما إذا اتجه السهم لجوا، يعني الفرق بس باتجاه التيار، هون اتجاه التيار بيكون نزول، هون اتجاه التيار بيكون لفوق. التركيب يبين الشكل نفسه 8.4 A و B، لا هاي واحدة تانية، وصلتي ام اس، يعني مثل ما قلنا موجب سالب، بي ان جنكشن، ظهرا لظهر، يعني لازقين ببعض، وهونيك كمان اثنين وجها لوجه. لنشوف كيف الفرق. 8.4 الصورة، مثل ما قلنا انتم بس تنقلوا الشرح بتنقلوا الصورة تحت مباشرة تعيدها. هذا التركيب عندي انا، هاي المنطقة اياها ان و بي، وعندي منطقة تانية بي و ان، ظهرا لظهر، يعني المشترك بيناتهم هو منطقة البي، والوجها لوجه هي الان هي بالنص. هذا بي ان بي دايود، يعني اثنان موجب وبيناتهم وحدة سالب، اما فوق اثنان سالب وبيناتهم وحدة موجب، هذا ان بي ان ترانزستور. يعني إذا طلعنا بهاي الحال منطقة كأنها ديود، وهاي المنطقة كأنها ديود، والمنطقة بالنص هي مشتركة بينها. فبنستنتج إنه الديود الترانزستور هو مبدئيا تركيبه مثل الديود، سيمي كوندكتر شبه موصل، بس بدل ما يكونوا اثنين، وحدة بي وحدة ان، راح يكونوا ثلاثة، يا بي ان بي، اثنين بي وبالنص وحدة ان، يعني اثنين موجب وبالنص وحدة سالب، يا اثنين سالب وبالنص وحدة موجب. وإله بدل الوصلتين 3 وصلات على عدد المناطق. ويعطيكم العافية.